الرئيس قيس سعيد يتدخل بقوة في حديث التهريب، كما قال رئيس الجمهورية تهريب مساجين إرهابيين، 5 عناصر إرهابية خطيرة وخطيرة جدا تم تهريبهم من السجن المدني بالمرناقية. اليوم تصريحات مختلفة وقراءات متنوعة وفما برشا تحليل على هذا الموضوع. رئيس الجمهورية قام باستدعاء وزيرة العدل ووزير الداخلية ورئيس الحكومة في هذا الخصوص، وكلهم عندهم يعني دخل في هذا الموضوع. طبعا في البداية الصور اللي تم ترويجها على السوشيال ميديا متاع البرج المراقبة ومتاع الشباك الحديدي المكسر، هذيك كلها صور غير صحيحة. هذا اللي كشفوا بشخصه رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح، وقال بني صور ما هيش صحيحة ومش هكيك خرجوا من السجن، يقول تم تهريبهم مش فرار. وطبعا يقول الصور اللي هبطت هذيك من أجل التضليل وتغيير مسار التحقيق وتغيير مسار القضاء. هذا رئيس الجمهورية كشفه البارح. يبدو أنه حسب تصريحات محمود بن مبروك الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية، يقول بأنه تم إخراجهم عن طريق تغيير زيهم، معناها بدلوا لبسوا الزي وتم إخراجهم بطريقة من الباب، لأنه مش معقول ومش منطقي أنه يتم أنه يهربوا كما روجت وزارة العدل في البداية. ما هوش مقبول بالمنطق أنه يتم بالطريقة هذه الهروب متاعهم. حتى الشباك الحديدي هذيك معناها حديد قوي جدا وصلب جدا، ويحتاج الى ساعتين من معناها بالماكينة باش ينجم يقص الحديد هذيك، ويحدث ضوضاء كبيرة وضجة كبيرة ياسر، بالتالي مش صحيح شباك الحكاية هذيك متاع الشباك. رئيس الجمهورية وامام الحيرة متاع الرأي العام البارح استدعى وزير الداخلية، وقال رئيس الجمهورية أنه فرار 5 إرهابيين من سجن المرناقية هي عملية تهريب وليس فرار تم الإعداد لها منذ أشهر طويلة. اعتبر رئيس الجمهورية أنه الصور اللي تم نشرها ما عندها حتى علاقة بالواقع، وما كان لها أن تنشر أصلا، تهدف إلى تحويل وجهة الأبحاث. رئيس الجمهورية قيس سعيد أيضا توجه بعدة رسائل البارح مع وزير الداخلية كمال الأفقي، قال إنه اللي صار في سجن المرناقية ما كان له أن يحصل بأي مقياس من المقاييس، قال هناك تقصير من جملة من الأجهزة الأمنية أو من الأشخاص، ولابد أن تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم. أكد سعيد أنه فرار الإرهابيين من سجن المرناقية هي عملية تهريب مش فرار، وتم الإعداد لها منذ أشهر طويلة، وقال بأنه الصور اللي راجت ما عندها حتى علاقة بالواقع. ويقول سعيد من يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطئه مع الحركات الصهيونية وأطراف في الداخل، نقول له أن الدولة لا يمكن إربكها، وأن الشعب لا يمكن أن يدخل هؤلاء فيه الشك. وقال صامدون وثابتون وسنحمي الدولة التونسية، كلها رسائل إيجابية للشعب التونسي، رسائل طمأنة إلى الشعب التونسي. الرئيس قيس سعيد قال أين الأوان لنمر إلى المرحلة القادمة، تطهير الإدارة، لأن من اندسوا فيها غيروا أسماءهم واندسوا داخل الأجهزة الأمنية، هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية أو في أي جهاز من أجهزة الدولة. قال قيس سعيد يخطئ من يعتقد أن يمكنه أن يربكنا أو يربك الشعب التونسي، قل ثابتون على مواقفنا، صامدون، ذاهبون إلى الأمام، لن نتراجع عما عهدنا الله عليه وعما عهدنا الشعب عليه. ويقول كل الدلائل والقرائن تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة. طبعا العملية أثارت جدل كبير برشا. يقول تم تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي، والرئيس يطالب
بضرورة الكشف سريعا على العملية هذه اللي صارت وكيفاش وتحميل المسؤوليات لمن أخطأ، ويقول مخطئ من يعتقد أنه الدولة ينجم يصير لها ارتباك بهذه بالحادثة هذه. بطبيعة الحال رئيس الجمهورية أيضا استدعى وزيرة العدل، وزيرة العدل ليلى جفايل، وقال وحكي على ضرورة التوصل بسرعة إلى من نفذ ومن خطط لعملية تهريب المساجين، استقبلها وأعطى تعليماته في هذا الخصوص لكشف ملابسات الحادثة هذه في المرناقية وتحميل كل طرف مسؤوليته في أسرع الأوقات، وأسدى تعليماته بضرورة التوصل بسرعة إلى من نفذ عملية التهريب، ولكن خاصة لمن خطط لها سواء من الداخل أو الخارج، فالأبحاث التي تم الإذن بها لا يجب أن تتوقف عند تحديد المسؤوليات داخل السجن، ولكن تحديد المسؤوليات من خارجه، لأنه ما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان، ويجب أن تكون موضوع ملاحقة جزائية. دعا الرئيس أيضا رسالة وجهها إلى القضاة، دعا إلى ضرورة أن يتحمل القضاة اليوم مسؤوليتهم كاملة للبت في القضايا المعروضة أمامهم، ومن غير المعقول أن تبقى قضايا تتعلق بأمن الدولة أو الاستيلاء على المال العام لمدة سنوات دون البت فيها، حسب رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووجه تعليماته بضرورة التحرك فورا من أجل يعني كشف هذه الحقائق. رئيس الجمهورية استدعى أيضا أمس رئيس الحكومة أحمد الحشيني إلى قصر قرطاج، حكيوا على الوضع الحكومي عامة، وحكيوا زادة على التدقيق في الانتدابات، ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة الإسراع في هذه العملية اللي صارت داخل كافة أجهزة الدولة. قيس سعيد بين حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية أن هالانتدابات أصبحت تمس بأمن الدولة، وذلك إلى جانب ما تمثله من إهدار للمال العام، وأشار إلى أنه ما حصل في عملية تهريب لعدد من المساجين يدل على مدى خطورة هذه الانتدابات. لفت أيضا رئيس الدولة الانتباه إلى ارتباط عدد من الجهات بدوائر خارجية اللي ما عندها حتى غاية إلا استهداف الدولة والسلم الأهلي داخلها، باعتبار أنه هذه الدوائر لا تقبل بأي نظام وطني، بل تريد فقط ديمقراطية شكلية وهمية يكون الحكم فيها للوبيات والعملاء، حسب رئيس الجمهورية اللي اعطى تعليمات واضحة أمام معناها الحيرة اللي لدى توينسا اليوم. فما حالة تشكيك وخوف من أنه يكون فما اختراقات لأجهزة الدولة، لوزارة الداخلية، لوزارة العدل، سجناء يخرجوا بتلك الطريقة يغيروا الزي ويخرجوا على أساس أعوان. فهذه عملية ما هيش بسيطة، هي عملية خطيرة وخطيرة جداً.